إن الأحداث الكبرى بتواريخها الذهبية صنعت مجد الثورة الجزائرية المباركة التي طردت المستعمر الغاشم منزوع الآدمية والإنسانية، عاث في الجزائر وشعبها وأرضها وخيراتها فسادا كبيرا، هو وبكل بساطة لم يفرق بين الأخضر واليابس لأكثر من قرن واثنان وثلاثون سنة، عمل طيلتها على طمس الهوية الجزائرية، مارس فيها كل أنواع التنكيل والتخريب لكل ما هو جزائري. هي حقبة لا يمكن للأجيال القادمة أن تنساها، ولا تستطيع السنين أن تمحوها من الذاكرة التي عايشتها أو شاركت في صنعها. اليوم وفي هذه الذكرى الخالدة 20 أوت 1955، ذكرى الهجوم على الشمال القسنطيني بقيادة الشهيد البطل يوسف زيغوت الذي خلد التاريخ اسمه بحروف من ذهب، وهو الهجوم الذي يعتبر نموذجا تطبيقيا للثورة الجزائرية، إذ كان لا بد لها أن تعيش حصارا في الأوراس وكذلك الحملات الوحشية التي كانت تهدف إلى سحق الثورة الجزائرية وإجهاضها في مهدها. إن اليوم الوطني للمجاهد، وهي الذكرى المزدوجة للهجوم على الشمال القسنطيني ومؤتمر الصومال، وتعد أحداثه منعطفا هاما في ثورة نوفمبر بما ترتب عنها من نتائج، وكذا ادعاءات فرنسا أن ما وقع هو عمل متمردين لتولد الثورة في ليلة الفاتح من نوفمبر. وهذا كان بعد التخطيط المحكم والتنفيذ الدقيق للشهيد يوسف زيغوت، والتي تركت صدى سياسيا واسعا وفكت الأغلال عن الثورة التي كسرت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، ليعقد على أثرها المؤتمر الوطني. وكان من أبرز الحاضرين لهذا المؤتمر: جزائر يا مطلع المعجزات، ويا حجة الله في الكائنات، من أجلك عشنا، ويا بسمة الرب في أرضه، نفدي بالروح، ويا وجهه الضاحك القسمات، أمس عمالقة، ويا لوحة في سجل الخلود، وإن تموج بها الصور الحالمات، ويا قصة بث فيها الوجود معاني السمو بروع الحياة، ويا صفحة خط فيها البقاء بنار ونور جهاد الأباد، ويا للبطولات تغزو الدنا وتلهمها القيم الخالدات، وأسطورة رددتها القرون فهاجت بأعماقنا الذكريات، ويا تربة تاه فيها الجلال، فهمنا بأسرارها الفاتنات، وأهوى على قدميها الطوال، شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة، تسابحه من حنايا الجزائر. جزائر يا بدعة الفاطر، ويا روعة الصانع القادر، ويا بابل السحر من وحيها تلقب هاروت بالساحر، ويا جنة غار منها الجنان وأشغله الغيب بالحاضر،
ويالو الشتم، ويالو الشتم يستحم الجمال ويسبح في موجها الكافر. الله الحافظ يحمينا ويا ومضة الحب فيها.